أهلا بكل الأحباب في كل مكان ولكل من انضم لمتابعة أهل المغنى. شكرا لك البيهقي علي، جمال الأداء. شكرا لإحساسكم العالي معانا ونظراتكم المفرحة والمبهجة. وشكرا كمان للفرقة الموسيقية اللي خالص دائما هي ما تحية لهم بتتجلى كلهم، خالص في والله. الجمال وفي الهارموني اللي نعم، بتخلقه ما بينه هم وما بين قاعدين الفنان. يدعمونا دائما بالحاجات دي، إذا ما لقيت معاك ناس يعني مؤثرين يبقى الغنى بيكون فيه هبوط، صحيح فلازم يرفعوا ضغط الموضوع عشان يكون كويس إن شاء الله. بالضبط كده. نعم. يبقى الجزئية برضو اللي أنا حابة أناقشك فيها، لي مسألة التلحين. نعم. أستاذ البيهقي، يمكن الفترة الأخيرة بنستمع إنه النص المعين أو الأغنية المعينة هي غناء وكلمات وألحان فلان الفلاني، فكونه هو الفنان يكون هو اللي بيكتب وهو اللي بيلحن وهو اللي بيغني، الحاجة دي ما شوية كده ممكن تخصم منه، لأنه بيقولوا صاحب بالين كثر. الناس المصنفات زمان بيقول لك الزول ده جاير على ال، فبيعتبروك انت يعني زي زول متقبل على حاجه رغم انها حقتك، فتدي معاك مساحه وفرصه للاخرين عشان اي واحد يدخل احساسه، والاحساس بيكون متكامل يعني زي صحيح. اللوحه زي ما بيقولوا، اي زول عنده فيها لون معين ومكانه معين وترجمه معينه، فما بيضر بحاجه، لكن لما يكون العمل مشترك بين اثنين ثلاثه بيكون ابلغ واجمل، لكن حقك براك برضه اذا مقتنع به 100 100 ما في مشكله ان شاء الله. ممتاز. نعم. انت عندك تجربة لحنية اللي استمعنا أي. لها من شوية، نعم، غير من التجارب برضو هي عندي غير كلماتي والحن زي الكلام اللي انت بتقوليه ده، انا ذاتي جاير على بعض الحاجات الاحساس ان انت نعم قادر تكتب وقادر تلحن، نعم، دي عن قناعاتك الشخصية ولا بتستشير الناس من حولك كمان؟ في ناس انت قدمت لهم حاجات وسمعوها، وتاني برضو جسيتهم وبرضو قبلوها وسمعوها وادوك الاوكي وامورك مشت مظبوطه، بتفتكر نفسك انك انت ملحن موهوب وفي ناس شاعر يطلبوك موهوب. عديل عشان يدوك ممتاز. اعمال عشان تلحن لهم، يبقى معناها اذا ما في قناعه في من قبول، الطرف الاخر وفي قبول ما بكون في ما بكون جو قالوا لك الكلام، فعايز انك حتواصل في المساله دي ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب انت حاليا بتعتبر انه الغناء او دخولك لعالم الفن من باب انه يكون هو مهنه ولا هي هوايه ومحبه في المجال اكثر هي ما من بتبدا غيره؟ ما هي درجات بتاع السلالم، انت من البدايه يكون عندك موهبه اصلا، الموهبه دي تقدر تفرغها في شنو ربنا اداك لها عشان شنو عشان تعمل شنو، لما تلقى السوق حامي معاه والامور ماشيه ده بيصل لك. يلا ده الاخير السؤال هسه اللي بيفرض نفسه فعليا، السوق حامي والامور لما تلقى ماشيه الموضوع يعني هو ذاته في النهايه جايب لك قروش، انت مستمتع مستمتع بروحك ما في ما يمنع انه وبصوتك يكون ومتع به الاخرين، وكمان بيجيب لك عائد مادي ثاني، انت تعرف شنو الحمد لله رب العالمين. يعني بالتالي انت معتبر راس حالي. نعم. كيف طيب مساله الناس دائما ما بتشكي من فكره العدادات والاسعار الخرافيه، ف نعم بما انك انت يا دوب في مشوارك الفني وقاعد تعرف الناس بصوتك وبموهبتك وبجمالك، اي نعم برزت وقاعد في الصف الاول زي نعم ما بيقولوا، فبالتالي برضو ارقامك فلكيه زي لا غيرك لا من لا الشباب هو الحالي. شوف في الناس عموما، نحن في البلد دي عموما الزول ما بنعرفه والما بتعرفه بتجهله، فانت لما يجيك زول هو اساسا ما بيعرفك كويس فما تتعلل عليه في بعض الحاجات، وفي زول بيجيك عديل باسمك يعني انا عايز فلان الفلاني لانه هو متاكد منك وسمعك، برضه في ناس بيشتغلوا في الحته دي بيرفع عشان هو جايني انا في اسمي وكذا، الكلام ده ما صح، دي الزول الحته المعقوله اللي بيقدر عليها اللي بيقدر يتماشى معاك عشان انت تعمل جمهور اكثر، بعدك موضوع القروش دي ملحوق اذا في عمر يعني ليها. اجواء الحفلات العامه كانت ولا الخاصه الاعراس والمناسبات اكيد بتختلف عن المهرجانات والمنتديات نعم والحفلات والمشاركات الرسميه. نعم. ايهم بتفضل؟ او ظهورك اكثر بيكون وين؟ اكيد في الاعراس اول حاجه الخاصة في الاعراس طبعا يعني الناس من حولك وكده. الحتات الثانية في تقييم ليك وكده في المنتديات وكده، في ناس عينوا لك كده بس مكتفين يدين وده انك تشوفه انت بتعمل في بتستمتع باي جو؟ الناس المستمعة اللي خدت ايد على ايد زي ما انت قلت ولا الناس اللي بتشاركك الفرحة واللحظة؟ ديل اذا هم بيستمعوا ليك وهم ذاتهم روحهم معاك ومع غناك ومستمتعين انت تفاعلك بيكون ازيد، صحيح. لكن الناس اللي بيرقصوا جنبك وبشيلوا معاك وكده يبقى دافع المعنوي ذاته بيكون اقوى. ايوه هاي. فبالتالي عشان كده معظم الفنانين مؤخرا بنلاقي ظهورهم الاعلامي شويه قليل نوعا ما، ومشاركاتهم اكبر في المناسبات عامه كانت صحيح ولا خاصه في الاعراس. نعم. خلينا طيب نهدي المشاهد الكريم لحن رابع كمان، نحن متشوقين نستمع اكثر جدا ونطرب نعم الساده المشاهدين. في اغنيه اسمها بريد تومي من سباب سهر نومي، الاغنيه دي كاتبها معتصم عبد الله، معتصم ودخلت القبيل ذكرت لك قلت لك صوته جميل ما شاء الله، يمكن مشاركينه فيها بعض الناس من الاسره لكن هو الحائز الاكبر على الفكره وعلى اللحن وكده، فانها برضه في رواع السودان قديما يعني. نقدمها ان شاء الله
ألحانه وكلماته. يا سلام، ألحانه وكلماته. نعم. يبقى احنا بنحييه ومن هنا. نعم. ودائما ما بنشجع الـ 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 المواهب الشبابية. صح. اللي دائما. نعم. هي ما تطمح. نعم. وتقدم وتعطي بلا مقابل. نستمع. نعم. سويا، وبالتأكيد نواصل مشوارنا المسائي بأهل المغنى. أهلا بكل الأحباب، وشكرا لك
كمان أستاذنا البيهقي علي، جمال الأداء والإحساس المختلف والتطريب العالي. تستاهل كل جميل وكل خير. يا سلام عليك. المشاهد الكريم. الله يخليك. الصحة والعافية. برضو في اتهام عام للفنانين الشباب أو بعضهم إنه ظهورهم الإعلامي قليل. فالبعض بيعلل الموضوع انه يا اخي نحن مظلومين اعلاميا، فبالتالي نحن بيكون حضورنا في المناسبات او في قعدات الشباب اقل. فانت من ضمن الشباب ديلا ولا انت فعليا بتقول زي ما قلت في بدايتك انك انت ما محظوظ وما لاقي المنصات الاعلاميه اللي تفرد من خلالها مساحات الجمال والتطريب في صوتك، ولا ده كسل ولا الفكره شنو بالضبط؟ كسل دي طبعا يعني دي ابلغ كلمه انت قلتها في الحوار الاخير. مرات كسلك انت وحاجاتك جواك ومخاوفك وساويسك بيتحتم عليك قصه الناس وكده، والاعلام وظالمين الاعلام. اذا انت ما طرقت بابه وجيته او شفت الناس اللي بيوصلوك للاعلام يبقى ما تلومه في حاجه. ففي ناس نشيطين جدا جدا ويصلوا حسب حظهم وحسب معرفتهم بالعاملين وبالناس كلهم عموما في كل حته بتلقاهم ظهورهم اكثر منك انت. وفي ناس غير كده برضو بيكونوا قاعدين مع الحفلات ومع العدادات ويجي ينوم ويصحى وما عنده علاقه حتى الاتهام المباشر بكل بعض الفنانين الشباب انه بقى سعيهم اكثر هو للكسب المادي اكثر من تجويد الاغنيات، اكثر من اختيارهم للاغنيات والكلمات الرصينه، اكثر من تقديمه لنفسهم من خلال المنصات الاعلاميه، فبيتجهوا للحفلات او للغناء المناسبات بحيث انه بيغنوا فيه الاغنيات اللي هم شايفينها مناسبه وانه هم بيكتسحوا. مقاطع على كلامك، حتى حقهم الخاص لو بيعملوا فيه بيجتهدوا، هم بيعملوا حاجات جميله لكن بيفرقوها مكان الاعراس والمناسبات والسفر خارج السودان. وعشان العائد المادي القوتي بيعتبر نفسه هو في المرحله دي عايز يعمل حاجه عشان بعدين يظهر بطريقه اقوى، وقد يكون ما عارف انه يعني انت حظك في الدنيا موجود يعني محدود سنه سنتين ثلاثه او اكثر، او انت ممكن تقضي كل حاجاتك دي وتجي برضه الناس ثانيه تقبلك زي ما كنت موجود، فما بكون عامل لها حساب الحاجه. طب شنو اللي بيخلي الفنان يرسخ اكثر في وجدان المستمع؟ الفنان اذا هو اعماله جميله وهو اساسا محبوب بالنسبه ليهم وكل مره بيجدد عهده معاهم وحبه لهم ده ذاته باغنيات جميله وكده الامور بتمشي. لكن انت انا حبيتك من اغنيه وتاني جبت لي واحده ما بايخه شويه يبقى الحاجه بتقل شويه. بما انه انت كمان ملحن وعندك التجارب اللحنيه اللي قدمنا جزء منها للساده المشاهدين. فبالتالي السؤال اللي بيفرض نفسه في تحول كبير في مستوى اللحن تحديدا في الاغنيات السودانيه والموسيقى والموسيقى عموما، وتحول الموسيقى الرهيب ما بين الاغنيات وما بين حاليا نسا اللي وصلنا له اللي هي الصولات، تبدا الاغنيه بصولة وتنهيها بصولة وكلمتين ثلاثه في النص، فانت رايك شنو في المساله دي؟ اول حاجه في اولاد صغار كده بيجوا بتاع الاورجنايز الفرقه دي كلها فيها 16 بس بيجي للزول ده بقول له اكتم علينا قبل ما يفهم اي حاجه ذاته. الزول ده من الناس الجمهور طبعا. فيلا ده دايرك انت يعني اول حاجه لو غنيت اغنيه مقعده وطويله شويه ممكن الزول يجيك بعكازه برضه زول كبير يقول لك يا جنى ادنا سيره شغلتك دي ما يعني أيوة. طوال هو داير يقطع دي يخش له في موضوع اللي هو دايره. اي زول عنده تذوق معين وعنده مزاج معين جايبه من هناك عشان يسمع حاجه معينه، ده اللي انت بتقدر تحاول ترضيهم بقدر الامكان، لكن قصه يكتموها من البدايه ومن النهايه يبقى عشان كده الفنانين دايما ما بيقول لك يا اخي احنا لما بنجي نغطي حفل معين بنقرا الجمهور اللي قدامنا. نعم. هم عايزين شنو؟ يمكن الحاجه دي حتى اللي استدعت جزء كبير من الشباب مؤخرا يتجهوا لتقديم الاغنيات الشعبيه. نعم. لانه بتلاقي رواج اكثر عندها صحيح. جمهور اكبر. نعم. وفي نعم. يعني المحبه جوانا خالصه للاغنيات نعم. الشعبيه. نعم. فانت حددت اتجاهك ومسارك الفني من البدايه انك تغني اغنيات الحقيبه. نعم. جربت كمان الاغنيات الشعبيه وتفتكر انه ده سبب كافي ليهم انه قراءه للجمهور نحن بنتجه للاغنيات الشعبيه؟ الجمهور ده مرات بكل لحوح جدا جدا ملح على انك انت تعمل له الحاجه الفلانيه، يعني سيره بعد سيره، يعني مرات تلقى الحفله فيها سته سبعه سيرات او ثمانيه في اغنيتين ثلاثه كده قاعدتهم مختلفه. مش عشان هم ما بيقبلوا الحاجه دي لكن هم الناس اللي قدامك ديل عموما عايزين بس الايقاع الفلاني ده، بيحددوا لك وضعيتك وحاجاتك وشكل الحاجات. حتى صوت الطنبور اللي كان بنسمعه يعني يا سمعناه في الاغاني الشعبيه جدا جدا ولا في الشماليه في الطنبور حقهم المعروف بقى بتاع الاورجن ده بقى صولة صح يوظف الموضوع ده من البدايه لحد ما الحفله تنتهي انت بتسمعها جنبكم يكون انتهت كلها بنفس الطريقه. فانت بحاول تغني الحاجات اللي في ناس بيجيبوك على انك انت مختلف،
تغني لهم كل حاجه جميله منك ومرضيه بالنسبه لهم. وفي ناس بيحددوا لك الموضوع ده في التحديد ما كويس. ذكاء الفنان دايما هو اللي بيخليه مميز ومختلف. نعم. ويكون عنده قبول اكبر عند الجمهور. نعم. سواء كان في المناسبات الخاصه ولا العامه. نعم. او المنتديات ومشاركات. نعم. عموما. نعم. حنهدي الساده المشاهدين كمان لحن. نهدي الساده المشاهدين قبل ميعادنا بساعتين. يا سلام. ابيت انا واباني البيت. تحيه لشاعرنا وربنا يديه الصحه والعافيه تاج السير عباس. والرحمه والمغفره للاستاذ الكبير خليل اسماعيل. تاج السير عباس في منتدى الميرفابي بالضبط كده السنه اللي مضت تقريبا مع متوكل غنيت الاغنيه دي في المنتدى. وانا يعني بحب الاغنيه جدا وما غنيتها خالص الا جواي بس كده بدندن بها كده، لكن ما حصل غنيتها قدام ناس. لما شفت الاستاذ ده وانفعلت قلت انا طالما انه هو موجود انا اغني له اغنيته. فهو انبسط وكيف جدا جدا قال لي يا اخي دار تغنيها ثاني في اي حته من محلك ده على كيفك. قريبات دي برضه لقيته في عماد حسين برضه في ريجين سيجار ثاني نفس الفندق. فقال لي ان شاء الله الاغنيه نفعتك وختمتك. قلت له الحمد لله ماشيه معي كويس فانا قدمها ان شاء الله ترضي المشاهدين. يا سلام. ان شاء الله بكل تاكيد هي واحده من الاغنيات المميزه نطرب لها سويا ومن ثم نعود لاهل المغنى. Thank you.
مشاعري أنا أنا المصلوب على الميعاد، أعود في ملال غربة وأشيل الليل عذاب وسهاد. تصور كيف مشاعري أنا أنا المصلوب على الميعاد، أعود كيف ملال غربة وأشيل الليل عذاب وسهاد. يا ريتك ما وعدتيني، يا ريتنا نحنا كنا بعاد، يا ريتك ما وعدتيني، يا ريتنا نحنا كنا بعاد. وبرضي رجعت مصبر معاي خطواتي ماشي البيت، وبرضي رجعت برضي رجعت مصفر معاي خطواتي ماشي البيت. أغالط نفسي في إصرار وأقول يمكن أنا المجيد، أقول يمكن أنا المجيد. في إصرار وأقول يمكن أنا المجيد، أقول يمكن أنا المجيد. واضح مدى تأثرك وتعلقك بالأغنية وإحساسك اللي بيتجلى ويتدفق فيها. عندك معها موقف معين، ذكرى معينة الأغنية دي خلتك لفترة طويلة تغنيها بينك وبين نفسك لحد ما أهداك لها الشعر؟ الحاجة دي عجباني ساي في الله، فالأغنية دي بتحبيها، في أغاني بتهبش فيك حاجات وفي أغاني بتحبها كده زي الحب من النظرة ومن اللمحة وكده، فأغنية عميقة وجميلة ورغم الانتظار والشر الحاصلة فيها والحاجات يعني الحنين والشوق نعم والشجن والأحاسيس الكثيرة بتتجلى في الأغنية. نعم هي كلها هي ذاتها شحنة من الحاجات الجميلة الأغنية دي، كان من شجن ولا كان من عموما غير. الجمال هو بيفرض نفسه وين ما كان. نعم. يبقى خطابه معاك البيهقي خليفه، نقدر يعني انه نقول انه السودان بقى فيه الكم الهائل من الفنانين باختلاف الاصوات وباختلاف الاداء وباختلاف حتى اللونيه الغنائيه المختاره. نعم. كيف تقدر انت تميز نفسك ما بين هذه الكوكب الثرى؟ انت بتميز نفسك باعمالك الجيده والموظبه كويس وواثق منها تماما وعندك ناس يعني مشجعينك على انه الحاجه دي يعني جميله ومميزه ما بين الحاجات الموجوده من الزخم الحاصل ده. فانت اذا ما عملت لك يعني حاجه بتشبهك براك يبقى معناها رحت سايف الا زي ما بقولوا شمال. من خلال برضو قراءتك العامه للوسط الفني في الدعم اللي بيخلي الفنانين الشباب هم يرجعوا مره ثانيه ويعيدوا ويستعيدوا اغنياتنا الخالدات في الوجدان اللي تغنوا بها كبار وعمالقه الفنانين، ولا في من الاشياء اللي بتخليهم هم نافرين ويبدوا هم يقدموا اغنياتهم ويلاقوا ذات الهجوم انه اغنيات دون المستوى، اغنيات تخدش الجباليات، اغنياتنا السودانيه والاسباب الكثيره دي؟ هم مرات بيتناولوا الحاجه ديك يعني بيحسوا انه يعني هي متفوق على بعض الحاجات اللي هم بيكتبوها لانه جيده وما هبشت حاجه وحاجه عفيفه وسليمه وكده. ومرات لما هم يرجعوا لحاجتهم برضو بيكونوا هم عاملين مقارنه ما بين حاجتهم وحاجه اللي سبقوهم شويه. اذا هي جيده وكده بحاول الواحد يكتر منها يعني، وبيبقوا طوالي بيلقوا العسل وبيحاولوا يلحسوا كثير، فيلا موضوعهم بيكون ماشي عليه. حقهم لما يعجبهم بيحاولوا يكتروا منه، لما يحسوا الموضوع ده شويه كده فيه ارتخى ويرجعوا للقديم اللي اصلا عاجب الناس يعني. صحيح. نعم. وبتبقى دائما الاغنيات الخالدات هي الباقيه، وهي هي الباقيه صحيح. ايوه اللي نعم. بتقدم نعم. الفنان مهما كان نعم. هو حتى نعم. المشوار الفني ما بالعمر، بجمال نعم. الموهبه وبالاداء نعم.
يبقى ختاما شنو جديد اعمالك اللي مفروض الجمهور الكريم يستناه، مشاريعك المستقبليه والختام عندك؟ جدا اعمال كثيره، يمكن زي 5-6 اعمال ما اتسجلت خالص مع اخونا جمال العمرابي، ان شاء الله حننزل لها قاعد في الاستوديو في الايامين الجايات ان شاء الله، محمد الحسن في الدرو. حنختم باغنيه برضو جديده وخاصه كاتبه عبد الله النور ضوء البيت، اللي هو التحيه دكتور عبد الله في منطقه الهشابه ود المراد، التحيه لك يا الاخ عبد الله، عبد الله اخوي ود خالتي مباشر. كاتب ام جيد جديت الناله، قلبي الحنين حناله، درت السفر لب ليدو ظروفي قالت لالا. لحنتها وحقدم لكم ان شاء الله تنال رضاكم بالايقاع بتاعنا بحق المقدم ان شاء الله. وهي اذا حسن الختام معاك البيهقي خليفه، شكرا لحضورك الانيق وشكرا لجمال صوتك اللي مدد به مساحات الاستوديو بالتطريب العالي. نتمنى نلتقي بك في مساحات جايه وتكون انت وصلت لما تتمناه في المجال الفني وتوفق في كل النواحي ان شاء الله. شكرا لكم انتم اتحتوا لي الفرصه الجميله الواحد يتنفس فيها ويقول فيها كل اللي عايزه، والأسئلة الشيقة الجميلة منك المرتبة المنمقة زي جمال حضورك وبهجتك. تحية لك، التحية لكل المشاهد الكريم، التحية لرأس قناة درمان عموما والتيم العامل والفرقة الموسيقية، تحية للمشاهد الكريم. الله يخليك. بالتأكيد نجدد التحية للفرقة الموسيقية اللي كانت مصاحبانا على رأسهم أستاذنا عمرابي، ولكل شاهدونا من خلال مساحات أهل البغنة والتطريب العالي. نتمنى نكون وفقنا في تقديم هذه الأغنيات وجمالها، والمساحات أيضا لكل المواهب الشابة أنه نستمع ليها ونديها من المساحات اللي هي بتستحقها. هذا هو أهل المغنى وتتجدد اللغية الأسبوع القادم بإذن الله. تقبلوا خالص تحياتي والفريق العامل راوية مهدي. الفريق مشهودة ودنا وسبي مبهودة، براءة فايتة حدودة، فايتة حدودة، براءة فايتة حدودة، أظن يوسف خالة، أظن يوسف خالة. Thank you.
مرت بسيم اللالا مرت بسيم اللالا Thank you.